بالنسبه للمقابله القادمه ان شاء الله ضد فريق نهضه البركان، تنعرفوا بان مقابله غادي تكون ان شاء الله تكون يعني مقابله في المستوى، يعني خصوصا ان الفريقين لا الفريق ديالنا ولا الفريق ديال نهضه البركان يحتلوا المراكز الاولى ويعني وطامحين باش يتسلقوا المراتب. تنظر بان يعني رغم الغيابات اللي عندنا فاحنا الحمد لله وجدنا بما فيه الكفايه لهذه المقابله، لكن نعرفوا بان مقابله ما غاديش تكون سهله، ولكن بالعزيمه ديالنا ان شاء الله وبالتركيز ديالنا وكذلك يعني بالطموح ديالنا قادرين ان شاء الله يعني نجيبوا ان شاء الله نتيجه ايجابيه ان شاء الله مقابله بركان، وطامحين ان شاء الله هذا العام هذا بان نقدموا ان شاء الله احسن المواسم ان شاء الله ونتسلقوا المراتب اللي تخلينا ان شاء الله نقلبوا على مراكز ثلاثه الاولى، تخولنا ان شاء الله يعني لهذا الفريق هذا الطموح فريق كبير ديال اتحاد طنجه باش ان شاء الله يلعب ان شاء الله منافسه افريقيه. فبالنسبه للهزيمه مقابله ديال اولمبيك خريبكا تنظر بان الهزيمه فهي وارده في كره القدم، تنظر بان ما يمكنش حنا غادي نمشيو غادي نقولوا بان راه حنا غادي وباغي نخسروا، فمشينا نقلبنا على النقاط ثلاثه، نعرفوا بان كان عندنا مقابله زائده اللي هي مقابله المؤجل ضد فريق اولمبيك خريبكا، مشينا طامحين باش ناخذوا مقابله هذه المقابله يعني نقاط بثلاثه، ولكن يعني ربي ما سهلش لنا في المقابله، طامحين ان شاء الله هذه المقابله هذه ديال بركان عارفين غادي تكون مقابله صعيبه، وطامحين بان يعني ناخذوا ان شاء الله النقاط ان شاء الله من تما، ويعني خصوصا انا فريق بركاني فريق اللي هو يعني صعب احسن دفاع تنظن وراء الوداد، نتمنى ان شاء الله بان يعني ان شاء الله نكونوا في المستوى واللاعبين ديالنا يقدموا مقابله جيده ونخرجوا ان شاء الله بالنقاط الثلاثه ان شاء الله او بنتيجه طيبه ان شاء الله من مقابله بركان. فانا بغيت ناكد الجمهور طنجي يعني فالطموح ديالنا ماشي هو البقاء، يعني تنعرف بان يعني التركيبه البشريه ديالنا ولا يعني الموارد البشريه ولا المدينه ديالنا كمدينه طنجه فهي مدينه اللي هي كبيره وفريق اللي هو كبير وطموح امكانيات بشريه وموارد اللي ماليه في المستوى، تنظن يعني خصنا نكون نحشموا باش نقولوا بان يعني نلعبوا على البقاء. فالفريق ديالنا تنظن بان يعني 20 دوره وحنا في يعني في البوديوم يعني مراكز ثلاثه لا ما تخليناش على المركز هذا الا في الدورات هذه. نتمنى يعني ان شاء الله بان الناس يفهموا بان احنا تنقلبوا على مراكز الثلاثه الاولى ما لاعبينش على البقاء، يعني التركيبه البشريه اللي عندنا حشومه باش نقولوا بان تلعبوا على البقاء، تنظر بان ان شاء الله هذه المقابلات هذه غادي نطمحوا وغادي نركزوا عليهم ان شاء الله بما فيه الكفايه باش ناخذوا ان شاء الله يعني اكبر ممكن من النقاط ونتسلقوا المراتب ان شاء الله، نلعبوا ان شاء الله منافسه افريقيه او منافسه عربيه ان شاء الله هذا الموسم. فبالنسبه للجمهور طنجي فانا شخصيا يعني ما عمري ما عشت التجربه هذه، يعني خصوصا في المقابله الاولى اللي لعب ضد فريق الجيش الملكي، يعني فجمهور غفير جمهور جميل جدا، يعني جمهور شغوف اللي تاتت المدرجات ديال ملعب ايمنو بالطوطه لا هنايا ولا خارج الميدان، تنظر بان يعني خصنا يعني نقدموا بما فيه الكفايه نقدموا المجهودات ديالنا يعني كامله لهذا الجمهور هذا اللي تيحج وتيازرنا تيساندنا يعني في السراء والضراء، فما ممكن الا نقدموا التشكرات ديالنا ويعني وتنطالبوا يعني بالمزيد يعني باش يحج يعني بكثافه للمقابله داخل الميدان وخارج الميدان، يعني فهو سند ودعم كبير لنا، نتمنى ان شاء الله بان يعني يرضوا الجمهور ديالنا ويرضوا ساكنه مدينه طنجه ان شاء الله.